بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي مهندس أحمد محمد سنكاي. إن شاء الله نستكمل سلسلة فيديوهات مادة Thermodynamics من كتاب Thermodynamics and Engineering Approach ليونا شينجن وميشيل بولتز، الإصدار الثامن. إن شاء الله النهاردة آخر فيديو في شابتر 7 اللي بنتكلم فيه على الإنتروبي، وبنهاية الشابتر ده نستكمل منهج الثيرموداينامكس 1 اللي بيدرس فيه معظم جامعات العالم لحد الشابتر ده. آخر جزء في شابتر 7 اتكلم فيه على الانتروبي بالانس. اتكلمنا قبل كده في البالانسز اللي احنا بنعملها على السيستمز في الثيرموداينامكس، اتكلمنا على الماس بالانس والانرجي بالانس، وطبعا كانوا خاصين بالفيرست لو اوف ثيرموداينامكس. البالانس الخاص بالسكند لو اوف ثيرموداينامكس هو الانتروبي بالانس، اللي هي الخاصيه اصلا ظهرت بعد ظهور السكند لو اوف ثيرموداينامكس. بيقول الانتروبي بالانس ان لو انا عندي سيستم، فان التوتال انتروبي انترينج للسيستم ده ماينس التوتال انتروبي ليفينج السيستم بلس التوتال انتروبي جنريتد جوه السيستم، الكلام ده المفروض يساوي التشينج في التوتال انتروبي بتاعت السيستم. لو عملنا الكلام ده على شكل معادله، فبالتالي اقدر اقول هنا ان الاس ان للسيستم ناقص الاس اوت من السيستم زائد الاس جنريتد، الكلام ده بيساوي دلتا الاس بتاعت السيستم. طبعا دلتا الاس للسيستم هي عباره عن الانتروبي في الفاينل ستيت ناقص الانتروبي للانيشال ستيت، وبكده نقدر نحسب الدلتا اس للسيستم. الاس ان والاس اوت الانتروبي اللي داخله واللي خارجه من السيستم بيتم عن طريق حاجه من اتنين، يا اما الهيت ترانسفير من او الى السيستم، لو هي ترانسفير الى السيستم فبالتالي في انتروبي داخله مع الترانسفير، او الهي ترانسفير اوت من السيستم فيبقى في انتروبي اوت مع الهي ترانسفير، وشفنا بنحسبها ازاي. تاني حاجه بتتسبب في دخول او خروج الانتروبي من السيستم وهو الماس فلو. لو انا عندي ماس فلو داخل السيستم او خارج من السيستم، وبالتالي السبستانس اللي داخله دي هي ليها انتروبي معينه، وبالتالي داخل بتزود، لو هي داخله بتزود الانتروبي للسيستم، ولو هي خارجه بتقلل الانتروبي للسيستم. بالنسبه للاس جنريتد اتكلمنا عنها برضه قبل كده، وقلنا ان الاس جنريتد دي هي نتيجه الانفيرسابيلتيز اللي موجوده في السيستم. والله لو السيستم انفيرسابل وبالتالي الاس جنريتد بتساوي زيرو، اما لو السيستم انفيرسابل فبالتالي الاس جنريتد بيكون ليها قيمه، وتكون دي هي المعادله الخاصه بالانتروبي بالانس. لو خدنا المعادلة دي في ريت فورم، وصيغة ريت فورم هي دي اللي غالبا بنشتغل بيها في حالة لو انا عندي اوبن سيستم، يعني في ماس داخلة وخارجة من السيستم، فبنحطها في ريت فورم، هيبقى الاس دوت ان ماينس الاس دوت اوت زائد الاس دوت جينريشن بتساوي معدل التغير في الانتروبي بتاعة السيستم بالنسبة للزمن. والله لو السيستم ستيدي فلو ديفايس وبالتالي قيمة دي اس سيستم باي دي تي بتساوي صفر، هو ستيدي فلو، وبالتالي هيبقى اس ان ناقص الاس دوت اوت زائد الاس دوت جنريشن بيساوي صفر. طبعا الوحده في المعادله الاولى هنا بالكيلو جول بير كلفن، اما في المعادله اللي هي ان ريت فورم الوحده بالكيلو وات بير كلفن. ممكن كمان نحط المعادله بيزد اون يونت ماس on mass basis اللي هي في صيغة ال specific، فبالتالي هيبقى ال s small in ناقص ال s small out زائد ال s small generated بتساوي دلتا ال s للسيستم،
وطبعا الوحدة كيلو جول لكل كيلو جرام. ده بالنسبة للإنتروبي بالانس. أهمية الجزء ده هتكون في المسائل، وهتظهر في المسائل اللي هنشوف بنقدر نعوض ونطبق الإنتروبي بالانس في المسائل إزاي. أول مسألة معانا مسألة 736، بيقول إير تعمل هنا مع جاز انتر كومبريسور ستيدلي ستيدي فلو at the ambient condition. الامبيانت كونديشن هنا اللي بيسحب بيها الهواء 100 كيلو باسكال و22 سيليزيوس، وبيطلع من الكمبريسور عند 800 كيلو باسكال. هيت از لوست فروم ذا كومبريسور، في هيت لوست من الكمبريسور بكميه 120 كيلو جول لكل كيلو جرام. اند ذا اير اكسبيرينسز ان انتروبي ديكريز اوف 4 من 10 كيلو جول لكل كيلو جرام باستخدام كونستانت سبيسيفيك هيت. وبالتالي هنا استخدم المعادله اللي هي الابروكسيميتد. عايز يحسب الاكزيت تمبريتشر اوف ذا اير، الورك انبوت للكمبريسور، والانتروبي جنريشن اثناء العمليه. طبعا عندي الكمبريسور، وليكن الكمبريسور بالشكل ده، دي نقطة الدخول نقطة واحد، ودي نقطة الخروج. في هيت فلو اوت من السيستم او لوست من الكمبريسور، وطبعا بدخله هنا ورك ان. هلاحظ ان هو هنا دايما شغال كيلو جول لكل كيلو جرام، كيلو جول لكل كيلو جرام، وبالتالي شغال على الصيغه اللي هي اون مول اون ماس بيزس. فبالتالي هستخدم كل الرموز اللي انا هستخدمها اللي هي الايه السمول، لان هنا مش هستخدم الماس نهائي. طيب لما نيجي هنا نشتغل، طبعا المطلوب الاولاني عايز يحسب الاكزيت تمبريتشر اللي هي التي عند الحاله 2، ولا شغال على هواء، فبالتالي معادلة الدلتا اس بتاعت الهواء هتساوي السي بي لين تي 2 اوفر تي 1 ناقص الار لين بي 2 اوفر بي 1. لو لاحظت في المعادلة دي هتلاقي المجهول الوحيد هو عبارة عن التي 2. ليه؟ لأن الدلتا اس هو مديها لي، بيقول لي الهواء هنا بيحصل له انتروبي ديكريز بمقدار 4 من 10، وبالتالي الدلتا اس للاير في الحالة دي يساوي سالب 4 من 10، سالب لأنه ديكريز. التي واحد مديني تمبريتشر، تي واحد مديني البي واحد والبي اتنين، والسي بي والار كونستانت بالنسبة للاير اقدر اجيبهم من تيبل اي وان او تيبل اي تو. الاقي قيمة الار للهواء من تيبل A2 0.287 كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن، وال CP للـ Air 1.005 كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن. طيب نعوض في المعادلة، وعندنا مجهول T2 نقدر نحسب T2، هيبقى دلتا S اللي هي سالب 0.4 equal CP 0.001.005 في لين T2 المطلوبة على T1 22 سيليزيوس، أجمع عليها 273 ناقص الـ R اللي هي 0.287 لين P2 over P1، P2 800 كيلو باسكال والـ P1 100 كيلو باسكال. من هنا تي 2 مجهولة، باستخدام الآلة الحاسبة أقدر أحسب تي 2 هتطلع 358.8 كيلو. ده المطلوب الأولي، طبعا أقدر أحولها لسليزيوس أطرح منها 273. المطلوب التاني هو عايز يحسب الورك انبوت للكمبريسور، الورك انبوت للكمبريسور. طبعا الدبليو WN للكمبريسور في الحالة دي أجيبه إزاي؟ طبعا بكل بساطة هقدر إن أنا أجي على الكمبريسور في الحالة دي
اعتبر ده السيستم بتاعي. طبعا كل ما حواليه هو السراوندينج، واعمل انرجي بالانس على الكمبريسور كيو ناقص الدبليو بيساوي دلتا الاتش، وبالتالي هلاقي ان الدبليو ان هيساوي الدلتا اتش اللي هي اتش 2 ناقص الاتش 1. وعندي هنا في كيو اوت ناخد بالنا منها هتدخل معايا في المعادلة، هتبقى زائد كيو اوت، يعني كيو اوت هتبقى هنا بالماينس تيجي هنا بالموجب، طبعا ناقص سالب دبليو ان فهتبقى ناقص وناقص بموجب دبليو ان بيساوي الكلام. طبعا بما انها شغالة على جازس اقدر اقول ان الاتش 2 ناقص اتش 1 هي عبارة عن السي بي في التي 2 ناقص التي 1، طالما انا هنا شغال على كونستنت سبيسيفيك هيت زائد الكيو اوت. معايا التي 2 ومعايا التي 1، معايا كمان السي بي ومعايا الكيو اوت، اقدر احسب الدبليو ان بتساوي 1.05 التي 2 ناقص تي 1. التي 2 عندي هنا 358.8 كلفن ناقص، يبقى لازم احط تي 1 هي كمان بالكلفن، يبقى 22 زائد 273 اللي هي تقريبا 295. الكلام ده زائد الكيو اوت هو مديني مقدارها 120 كيلو جول، وبالتالي هلاقي الورك ان هيساوي 184.1 كيلو جول لكل كيلو جول. المطلوب الثالث والاخير معايا في المسألة هو عايز يحسب الانتروبي جنريشن في البروسيس اثناء البروسيس دي. طبعا الانتروبي جنريشن هو نفسه الدلتا اس توتال، انا عندي هنا الكمبريسور هو السيستم بتاعي وما يحيطه هو السراوندينج. الدلتا اس توتال هي عبارة عن الدلتا اس بتاعت السيستم زائد الدلتا اس للسراوندينج، وبالتالي لو جبت الدلتا اس سيستم والسراوندينج اقدر اجمعهم مع بعض يديني الدلتا اس التوتال. الدلتا اس للسيستم هي الدلتا اس بتاعت الاير اللي هو مديني قيمتها بسالب 4.10، وبالتالي محتاج احسب الدلتا اس للسراوندينج. السراوندينج بيحصل له انتروبي تشينج نتيجة ان في كيو اوت من السيستم وبتدخل للسراوندينج، وبالتالي هنا في كيو ان للسراوندينج. طيب التمبريتشر بتاعت السراوندينج كام؟ هي الامبيانت كونديشن اللي هو بيتهيألي اللي هي 22 سيليزيوس، وطبيعي ان الهواء في الحاله دي التمبريتشر بتاعته مش بتتغير في بالنسبه للسراوندينج اللي هو الامبيانت كونديشن، فبالتالي هيبقى الدلتا اس للسراوندينج هو عباره عن الكيو اوفر تي، يعني بتساوي الكيو هنا 120 كيلو جول على التمبريتشر اللي هي 22 بلس 273، هلاقي انها بتساوي 0.4068 كيلو جول لكل كيلو جرام، وبالتالي اذا الاس جنريشن بتساوي دلتا اس السيستم اللي هي سالب 4.10 زائد دلتا اس سراوندنج اللي هي 0.4068، يعني بتساوي 0.0068 كيلو جول لكل كيلو جرام. وبكده تكون خلصت المسألة. تطبيق سهل جدا، معانا المعادلة بنقدر نطبق بيها ونشوف القيمة بتساوي كام. طيب نشوف مسألة كمان. المسألة 741 بيقول A well insulated heat exchanger is to heat water، بيسخن water ال CP بتاعتها مديهالي 4.18 from 25 إلى 60 سيليزيوس بمعدل بتمشي معدل نص كيلو جرام بير سكند. The heating is to be accomplished by geothermal water، بعمل heating باستخدام geothermal water مديني السي بي بتاعتها 4.31 available at 140 سيليزيوس، بتدخل بتمبريتشر 140 سيليزيوس ومعدل 75 كيلو جرام بير سكند. المطلوب الاولاني عايز يحسب ريت اوف هيت ترانسفير، معدل الهيت ترانسفير
المطلوب التاني عايز يحسب ريت اوف انتروبي جنريشن جوه الهيت اكسشينجر ده. طيب عشان ابدا احل المساله زي دي، اول حاجه هو عايز يحسب ريت اوف هيت ترانسفير. انا عندي هنا الووتر اللي داخله معايا الام دوت بتاعتها، معايا التمبريتشر ان والتمبريتشر اوت، معايا كمان السي بي بتاعت الووتر، وبالتالي سهل جدا ان انا احسب الكيو دوت هتساوي الام دوت في السي بي تي 2 ماينس تي 1. طبعا اساس المعادله دي جاي من خلال الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس او الانرجي بالانس. لو انا عملت انرجي بالانس على الووتر اللي هي اللي باللون اللزق هنا دي، هلاقي ان في هيت جايه من الجيوثيرمال ووتر اللي ماشيه في البايب اللي جوه، فبالتالي في كيو في الاتجاه ده. دي الكيو دوت، هي عباره عن كيو دوت ان لان هي داخله للووتر، وما عنديش ورك في الحاله دي خالص. والدلتا اتش هنا نقدر نشيلها ونحط بدلها السي بي في الدلتا تي، فبالتالي هتبقى الكيو دوت ان بتساوي الام دوت سي بي دلتا تي تي 2 ناقص تي 1. طيب فبالتالي نقدر نعوض في المعادلة دي الام دوت بتاعة الووتر بنص، ده طبعا بالنسبة للووتر عشان نبقى عارفين احنا شغالين على انهي ليكويد فيهم. السي بي للووتر 4.18، التي 2 60 ناقص التي 1 25، وبالتالي إذن الكيو دوت إن للووتر بيساوي 73.15 كيلو وات، وبالتالي كده جبت المطلوب الأول. طيب هو أنا ليه ما جبتش الكيو إن؟ كان ممكن آخد السيستم بتاعي اللي هو الجيوثيرمال ووتر هي السيستم واطبق عليها الانرجي بالانس، وهيبقى الكيو دوت، بس في الحاله دي هيبقى كيو دوت اوت اللي هي طالعه من المحلول اللي تحت ده، فهتبقى كيو دوت اوت من هنا. طبعا هو الكيو دوت اوت هي نفسها الكيو دوت ان اللي بيطلع هنا بيدخل هنا، خاصه ان الهيت ترانسفير هنا الهيت اكسشينجر انسيوليتد زي ما هو قايل في المسألة، فبالتالي مفيش اي هيت لوسز. قيمه الكيو دوت اوت هي نفسها قيمه الكيو دوت ان، بس انا هنا عندي التمبريتشر اللي داخله بتاعه الوتر دي وما عنديش التمبريتشر اوت، فبالتالي هتقف قدامي عائق ان انا احسب قيمه التي 2 علشان احسب الكيو دوت اوت، وبالتالي استخدمت الوتر نفسها ان هي كل الايه كل القيم بتاعه المعادله جيفن بالنسبه لي. طيب المطلوب اللي بعد كده عايز يحسب الريت اوف انتروبي جنريشن في الهيت اكسشينج. عشان احسب الريت اوف انتروبي جنريشن في الهيت اكسشينجر هطبق الانتروبي بالانس على الهيت اكسشينجر. الانتروبي بالانس بيقول ان طالما هنا في فلو في الهيت اكسشينجر فهستخدم الريت فورم اللي هي الاس دوت ان ناقص الاس دوت اوت زائد الاس دوت جنريشن بتساوي دلتا الاس دوت للسيستم، واللي بتساوي صفر للستيدي فلو، بالتالي هفترض هنا ان هو ستيدي فلو، وبالتالي هتبقى القيمه دي بتساوي صفر، وبالتالي اذا الاس دوت جنريشن هي عباره عن الاس دوت ان ناقص الاس دوت اوت. عشان احسب الاس دوت ان والاس دوت اوت، الاس دوت ان هنا السيستم ده او الهيت اكسشينجر ده معزول، بالتالي ما فيش اي كيو ان او اوت ما بين السيستم بتاعي وما بين السراوندنج. طيب امال الانتروبي اللي داخله واللي خارجه بتبقى عن طريق ايه؟ عن طريق الماس اللي داخله وخارجه هنا، او الماس اللي داخله وخارجه هنا. يبقى انا عندي قيمتين للانتروبي ان وقيمتين للانتروبي اوت، الانتروبي ان للووتر والانتروبي ان للجيوثيرمال ووتر، بالاضافه للانتروبي اوت للووتر والانتروبي اوت للجيوثيرمال ووتر. عشان احسب الاس جنريشن
او الاس ان او الاس اوت محتاج الام دوت في السبيسيفيك انتروبي، يبقى الام دوت في السبيسيفيك انتروبي ان ناقص الكسميشن، لان انا عندي اكتر من داخل واكتر من خارج، ده للان ناقص سميشن الام دوت للسبيسيفيك انتروبي اوت، اللي هو لان انا عندي اكتر من خارج في الحاله دي. هسميه وليكن بالنسبه للووتر نفسها، انا عندي هنا دي كونديشن واحد ودي كونديشن اتنين، ده للووتر. بالنسبه للجيوثيرمال ووتر هسمي الكونديشن الالت هي 3 والكونديشن الاوت هي 4. طبعا الام دوت في الحاله دي للووتر هي نفسها الان والاوت، والام دوت للجيوثيرمال ووتر الان والاوت برضه هي نفس القيمه، فهسمي الام دوت بتاعه الووتر ام دوت ووتر، والام دوت بتاعه الجيوثيرمال ووتر هسميها ام دوت جيو. فيبقى عندي بيساوي الام دوت للووتر في الاس واحد، ده اللي داخل هنا، زائد الام دوت للجيوثيرمال ام دوت الوتر في الاس واحد، زائد الام دوت للجيوثيرمال في الاس في الحالة دي اللي داخل للجيوثيرمال هي النقطة 3 في الاس 3. الكلام ده ناقص الام دوت للوتر في الاس 2 اللي هي الاس اوت، ناقص الام دوت للجيوثيرمال في الاس 4 اللي هي الاس اوت للجيوثيرمال. نقدر نجمعهم كده على بعض، يبقى إذا الـ S دوت جنريشن هاخد الـ M دوت ووتر عامل مشترك هنا، فيتبقى لي S واحد ناقص الـ S اتنين. هنا الإشارة دي كده زائد، الكلام ده بيساوي صفر. هنا S دوت جنريشن زائد، الكلام ده بيساوي صفر. الـ S دوت جنريشن زائد الكلام ده يساوي صفر. لو انا عايز احسب الاس دوت جنريشن هودي الكلام ده كله الناحية التانية، فيبقى عندي ده اس اتنين ناقص الاس واحد زائد الام دوت جيوثيرمال، هتروح الناحية التانية هيبقى اس اربعة ناقص الاس واحد. الأول كانت المعادلة زي ما هي كده، هنزلها زي ما هي ونشوف القيم دي، بعد كده هجيب الـ S dot generation في ناحية وأودي كل جزء التاني للناحية التانية، فتبقى M dot water S اتنين ناقص S واحد، لأن دول هيتعكس. دلوقتي عشان نحسب الـ S dot generation محتاجين نحسب الـ delta S للـ water والـ delta S للـ geothermal water. بالنسبة للووتر أو الجيوثيرمال ووتر فاحنا بنتعامل مع ليكويدز، فبالتالي الدلتا اس في حالة الليكويدز هيبقى أنا عندي الام دوت ووتر، وأشيل الدلتا اس اللي هي الليكويد وأحط السي بي لين تي اتنين أوفر تي ون، ده بالنسبة للووتر. طيب زائد الام دوت جيوثيرمال وأشيل الدلتا اس بتاعتها وأحط السي بي لين، الحالتين هنا من التي تلاتة للتي أربعة، يبقى التي أربعة أوفر تي تلاتة. تي 3 التمبريتشر بتاع الدخول الجيوثيرمال ووتر، التي 4 التمبريتشر بتاعة الاكزيت مش معانا، فلازم نحسب التي 4 علشان نقدر نحسب قيمة الاس دوت جنريشن. بالنسبة للجيوثيرمال ووتر لو طبقنا عليها ال energy balance وبالتالي المعادلة هتبقى كيو دوت اوت هتساوي الام دوت السي بي التي ان اللي هي التي 3 ناقص التي اوت اللي هي التي 4، الكلام ده للجيوثيرمال ووتر. وبالتالي نقدر من هنا نحسب التي 4، هتبقى التي 4 هتساوي التي 3 ناقص الكيو دوت اوت على الام دوت في السي بي. ده طبعا بعد ما نعدل المعادلة بتاعتنا ونعيدنا ترتيبها بحيث نقدر نحصل على تي 4.
التي 3 اللي هي 140، لو سبتها بالسيليزيوس هطلع لي تي 4 بالسيليزيوس، عايز احولها لكلفن هطلع لي تي 4 بالكلفن، وليكن هنسيبها بالسيليزيوس حاليا وبعد كده نبقى نحولها لو احنا عايزين. يبقى ناقص الكيو دوت اوت اللي احنا حسبناها هي نفسها الكيو دوت ان، اللي بيطلع من هنا هو اللي بيدخل من هنا زي ما قلنا، 73.15 على الام دوت بوينت 7.5 في السي بي بتاعتها اللي هي 4.31، هلاقي هنا بتساوي 117.4 ديجري سيليس. طيب جبنا التي 4، بالتالي نقدر نعوض في الاس دوت جنريشن في الحالة دي. اذا الاس دوت جنريشن هتساوي الام دوت ووتر اللي هي نص السي بي ووتر 4.18 لين التي 2 60 زائد 273 لازم كلفن على 25 زائد 273 زائد الام دوت جيو ثيرمال 0.75 السي بي 4.31 لين التي 4 اللي هي 117.4 زائد 273 على 140 بلس 273، وبالتالي نقدر نطلع قيمة الـ S dot generation باستخدام الآلة الحاسبة، تطلع 0.05، والوحدة طالما S dot يبقى كيلو وات بير كيلو، وبكده تكون خلصت المسألة. أعتقد مسألة سهلة جدا ما فيهاش أي مشكلة، تقدر تطبق الانتروبي بالانس بشكل سهل وبسيط. هتلاقي إن شاء الله مسائل كمان زيادة على الجزء ده في الوصف تحت الفيديو. لو في أي استفسار تقدر تتواصل معايا على الواتساب على رقم اللي ظاهر قدامك على الشاشة. تحياتي مهندس أحمد محمد سنكاري.